السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الفندقي. اليوم حلقة جديدة من حلقات الإدارة الفندقية. اتعرفنا في الحلقات السابقة عن أقسام الفندق. آخر حلقة كنا بنتكلم عن قسم الاستعلامات، وعرفنا قسم الاستعلامات مهمه إيه وإيه مسؤوليات قسم الاستعلامات، والمفروض نشتغل ازاي في قسم الاستعلامات، وكل حاجة في القسم ده علشان العميل يرضى عن الخدمات وما يقولش ان انا لا الفندق ده مستهتر، لا ده ما بيهتمش بيا، لا ده لا. يبقى لازم اتعامل معاه بمهنية، ان انا كل استفسار اجاوب عليه باهتمام وبوضوح، بوضوح علشان العميل يطمن ليا ويقول ان انا مثلا بقول له كل حاجة صح، وما يقولش لا ده معلوماته غلط، لا ده كذا، لا ده كذا. يبقى أنا لازم يكون عندي معلومات كافية ووافية عن جميع الخدمات داخل وخارج الفندق. عرفنا قسم العاملين بقسم الاستعلامات. أول حاجة مسؤول الاستعلامات، مسؤول الاستعلامات اللي هو بيبقى مسؤول عن الخدمات المقدمة للعميل والنزيل، وطبعا عرفنا ازاي بيستلم ويسلم المفتاح للايه للعميل، وطبعا الاماكن بتاعته، وطبعا اسعار التذاكر والطوابع، والمفروض يتعامل مع العميل ازاي بمهنية واهمية للايه للعميل. بعد كده عرفنا مين سعاه، ده اخر حاجة خدناها، سعاه المدخل والحمالين. السعاه اللي هم بياخدوك من مدخل الفندق لقسم الاستعلامات، وبعدين ساعي الاستقبال اللي هو بيوجهك للغرفة، بياخد المفتاح بتاعك ويوجهك للغرفة ويعرفك الغرفة فين. الحمالون اللي هم بيشيلوا الامتعة بتاعتك للغرفة، والاستقبال بيعمل لك اشعار لجميع الاقسام ان الغرفة الفلانية سكنت، وبيعمل لك انت برضو اشعار بتكون زي اسورة لها الوان مختلفة عشان الاقسام المختلفة اللي انت بتدخل تاخد الخدمة منهم يعرفوا انت اقامتك نوعها ايه، ويحاسبوك على الايه على الخدمات دي. بعد كده هنعرف بقى ساعي التواليت. ساعي التواليت ده طبعا كل الفنادق بيبقى فيها تواليت، تواليت بيبقى فيه اللي هو الخاص بالغرفة، او ده طبعا خاص بخدمة الغرف. انما التواليت اللي هو بتاع ساعي التواليت ده بيبقى في الريسبشن او في الاستقبال، بيبقى موجود ساعي معين علشان طبعا ينظف التواليت ويغير طبعا المناشف بتاعته ويوضع صابون وطبعا العناية بيه وينظفه باستمرار، علشان طبعا دي وجهة الايه وجهة الفندق. طبعا احنا عندنا اهم حاجة واجهة الفندق، ومعرفة كيفية ان العميل يبقى مستمتع بوقته داخل الايه داخل الفندق، ما يقولش لا ده الاقامة وحشة، ده كل حاجة مش متوفرة، ده الخدمات مش كافية، ده مفيش اهمية، ده مفيش اهتمام، ده ما ينفعش الكلام ده. لازم العميل يحس باهميته داخل الايه داخل المكان. ساعي المصعد. بعد كده ساعي المصعد ده بيختص بالمصعد اثناء حركة الايه حركة الصعود او النزول. طبعا انت وانت طالع او انت نازل انت ما تعرفش، طبعا المصاعد بتختلف على حسب الايه على حسب المكان.
في مثلا المصعد ممكن تضغط على الزرار في انت ما تعرفش طبعا الغرفة بتاعتك دور ايه، وبالاخص اما تبقى اول يوم. اول يوم انت يعني ما تعرفش مكان الغرفة، وما تعرفش الدور بتاع الغرفة، وما تعرفش اي شيء عن الغرف. انا كقسم الاستعلام اسيبك كده اخد بقى منك البيانات وخلاص، اسيبك كده تتوه ولا تروح في اي حته؟ لا، ببعت الساعي معاك بالمفتاح بتاعك، بالمفتاح بتاع الغرفه بتاعتك يعني، وبيوصلك لحد الايه، لحد الغرفه. بيطلع معاك الاسانسير او المصعد. طبعا هو ممكن الساعي يركبك المصعد ويقول للساعي بتاع المصعد فلان في الدور الفلاني، ويقول لك على الغرفة لو كان الغرف سهل ان انت توصل لها. انما مثلا انت مثلا طالع الدور الرابع مثلا، وبعدين هتمشي طرقة، وبعدين هتحوت شمال، وبعدين ده الفندق الكبير بيبقى كده. ده بيبقى ساعي المصعد مسؤول عن الادوار فقط، ما مش مسؤول عن ان انا اوصل العميل للغرفة بتاعته. انما ساعي الاستقبال بيركب معايا اول مرة، اول مرة بوصل فيها، علشان يوريني المكان بتاعي فين، مكان الغرفة. ساعي الاستقبال بيركب معايا الاستقبال المصعد، وبعدين بيعرفني الدور وبيوصلني للغرفة بتاعتي لحد الغرفة نفسها، بحيث ان العميل ما يقعدش يدور على الغرفة بتاعته ويتعب لحد ما يوصل. في فنادق صغيرة بيبقى الدور ممر في الغرف، ممكن يقول لك مثلا حضرتك هتنزل في الدور كذا، وهي في الممر بتاع الدور على الجهة اليمنى، وانت معاك رقم الغرفة وبتدخل الغرفة. انما بقى لو فندق كبير زي ما احنا قلنا، لازم الساعي يوصلك لفين، يوصلك للغرفة. طبعا الساعي عامة يجب ان يكون لديه صفات جيدة. ايه هي الصفات المفروض الساعي يتصف بيها؟ ان يمتاز بالادب. طبعا الادب يعني مش يعني الادب في التحدث. حضرتك دور كام، ومهمته بس ان هو يوصلك للدور ويكلمك بادب، يعني ما ينفعش ان هو يشخط فيك او يكلمك بشكل مش لطيف او بشكل مش كويس، لا. يبقى انا لازم ساعي المصعد لازم يكون ايه، يتصف بالادب والوقار. طبعا مش عشان ساعي مصعد يبقى لا ده انا اقل من الناس اللي موجودة، لا، انت موظف في المكان، موظف في المكان، ما تقللش من نفسك خالص. انت بتوصل الناس للادوار، اي نعم، بس دي وظيفة. مش معنى ان انت يعني ما انت هترتقي في الوظيفة بتاعتك دي، مش معنى ان انت في الاسانسير يبقى انت كده قليل، لا، لازم تبقى لابس اليونيفورم بتاعك، ولازم الادب بتاعك بينبع من شغلك، لان انت بتتعامل مع العميل بشكل ايه، بشكل مباشر. يبقى انت ما تقولش لا انا قليل، لا ده شغلتي مش عارف ايه، لا، انت مش قليل، الشغل بتاعك ده شغل، تمام. ولا يرفع صوته على العميل، طبعا ما ينفعش ان انا ازعق للعميل، ويلبي طلباته وطلبات المكاتب الاماميه تجاه النزيل، ان انا
النزيل عايز يوصل للمكان الفلاني يبقى انا اوصله للمكان الفلاني، ولا يرفع صوته المناداة على الزباين. يعني انا مثلا في المصعد اهوت وفيه عملاء واقفين بعيد، يلا يا جماعة يلا يا جماعة عشان نركب المصعد، ما ينفعش ان انا اعلي صوتي واقول له كده وانادي عليه، ما ينفعش. اللي كان ما هيقف قدام الاسانسير، تمام، ولكن يكتب رقم الغرفة على لوح اللوحة وتمرر على الجالسين في الهول. ماشي، يبقى الاستيقاف بيعمل ايه؟ بيديني رقم الغرفة والدور وبديهم لهم وهم في الاستقبال، وبعدين الهول ده اللي هو الاستقبال، البهو بتاع الاستقبال، البهو بتاع الاستقبال. ماشي، ليه؟ انا دلوقتي ممكن الغرف تكون غير مهيئة، لان في اوقات بيبقى فيها ضغط، لأوقات الذروة بيبقى فيها ضغط، يعني ناس مشيت وناس جايين في نفس الوقت، في ناس بيستنوا لحد ما اعمل تشيك اوت للناس اللي ماشيين والغرفة تتظبط. انا ما ينفعش اطلع العميل في الغرفة وهي ايه، وهي لسه ما اتظبطتش، يعني ما تنظفتش وما تغير لهاش البيضات وما تنظفش الحمام، وفيها لسه لازم انظفها بشكل كامل، بحيث ان العميل لما يدخل ما يقولش انتوا مش منظفين الغرفة ليه. ما ينفعش العميل يدخل ورا عميل الا لما الغرفة تتنظف تنظيف جيد والبيضات متغيرة، كل البيضات متغيرة، فوط وطقم سراير وفوط التواليت وكل حاجة، والصابون طبعا والكلام ده كله محطوط، يعني الغرفة مهيئة لاستقبال الايه، لاستقبال العميل ده، تمام. بعد كده نظام القيد في دفاتر قسم الاستقبال. خلصنا بقى الايه العاملين في قسم الاستقبال، هنتعلم بقى دلوقتي ازاي نقيد النزيل، هنقيده ازاي في الكروت. طيب، اول كارت عندي كارت الاستعلامات. ايه هو كارت الاستعلامات ده؟ كارت الاستعلامات ده اللي بيبقى فيه كل بيانات العميل، كل بيانات العميل، يعني اول ما العميل يوصل الكارت ده اللي بيثبت ان العميل وصل، وكل حاجة للعميل بتبقى مدونة في الكارت ده، والكارت ده بيبقى محطوط فين؟ في التابلو اللي ورا الايه، قسم الاستقبال. طبعا قسم الاستعلامات ده لازم اول سؤال لازم يسأل العميل عن المدة اللي هو هيعرضها، عن عدد الاشخاص اللي ايه اللي هيقعدوا في الغرف، كام غرفة انت حضرتك محتاجها. يعني مثلا ممكن يكون اب واولاده جايين فين في الفندق، مثلا هما 6 افراد، انا ممكن اخد غرفتين او ممكن اخد 3 غرف او ممكن اخد غرفتين مفتوحين على بعض بباب واحد وهكذا. يبقى انا اسأل الضيف الاول عن نوع الغرفة اللي هو عايزها، مش انا سكنه زي ما هو عايز، زي ما انا عايز، لازم العميل هو اللي ايه، هو اللي يعني هو اللي يقول انا عايز غرفة كذا. ماشي، طيب كارت الاستعلامات، يقوم موظف الاستعلامات بقيد بيانات النزيل ويكتب به. ايه بقى اللي بيتكتب في كارت الاستعلامات ده؟ اول حاجة اسم النزيل،
تاريخ الوصول وتاريخ المغادرة. بناء على ايه؟ بناء عن ان انا قلت للعميل انت هتقعد قد ايه، يبقى الفترة اللي هيقعد فيها بكتب تاريخ المغادرة بتاعه. ليه؟ علشان اعمل حسابي في جميع الخدمات، دي حاجة. تاني حاجة، لو انا في افواج مثلا جاية، وطبعا الافواج بتتصل قبلها بفترة علشان تحجز. طيب انا لو مش عارف ان العملاء هيمشوا امتى، هعرف الغرف هتفضى امتى؟ لا طبعا. يبقى انا لازم يكون عندي استعلام بميعاد الوصول وميعاد المغادرة، تمام؟ يبقى تاريخ الوصول والمغادرة، وتوضح هذه الكروت حسب الحروف الأبجدية، بحطها بالحروف الأبجدية اللي موجود بها الغرف أو حسب أرقام الغرف، ماشي؟ يبقى أنا لازم أحط الكروت ديت بناء على الايه؟ الحروف الأبجدية وأرقام الغرف. طب أنا ليه بحطها كده؟ علشان يبقى سهل عليا إن أنا مثلا العميل هيغادر غرفة كذا، يبقى أنا بقول للعميل ثانية واحدة، أجيب الكارت بتاعه، أنا عارف الغرفة الفلانية في المكان الفلاني وبالترتيب بتاعها، بطلع الغرفة، بطلع الكارت بتاعه، حضرتك أنت قايل هتمشي يوم كذا، الميعاد بتاعه صح كان بها، الميعاد بتاعه قبل الميعاد اللي قال عليه، قبل الميعاد يعني أنا قايل مثلا هقعد شهر، بس قبل الشهر ما ينتهي عايز أمشي، ما ينفعش، لأن أنا عامل حسابي على الغرف ديت إن هي تبقى إيه؟ تبقى مسكونة في الفترة دي. لازم قسم الاستعلامات يتبلغ من الضيف قبل الضيف ما يغادر ب24 ساعة ان الضيف ده انا همشي يا جماعة بكرة او بعده، لازم يبلغ علشان اعمل حسابي في الغرف دي، ان الغرفة دي الخدمات بتاعتها هتقف، ملهاش فطار، ملهاش غدا، ملهاش خدمات، ممكن اسكنها هكذا. يبقى انا غادرت قبل الميعاد ضيف ببلغ الاستعلامات، اقول له انا همشي في اليوم الفلاني مهما كانت المدة، بقى انا قايل شهر، بس انا خلصت شغلي في 10 ايام، بس قبل ما امشي ب24 ساعة لازم ابلغ، تمام؟ علشان الخدمات بتاعت الايه؟ بتاعت الغرفة اوقفها، اوقف كل حاجة، تمام؟ بعد كده دفتر السفريات. الدفاتر دي كل دفتر من الدفاتر بيجي عليه أسئلة على فكرة، دفتر السفريات. دفتر السفريات يعني ايه دفتر سفريات؟ دفتر السفريات يعني العميل جاي منين وبعد ما يمشي من عندي رايح فين. ماشي رايح فين ليه؟ هقول لك ليه. لان لو انت عامل مشكلة اقدر اوصل لك، وانت ناسي حاجة
او كده يوصل لك. خلاص، يبقى انا لازم ايه؟ لازم اعرف انت رايح فين، يعني المكان اللي انت رايحه، ووسيلة المواصلات كمان، وطبعا تليفونك. يبقى ايه هي البيانات بتاعتي؟ دفتر السفريات بكتب فيه ايه؟ اسم النزيل، تاريخ المغادرة، تاريخ المغادرة، انت مشيت امتى، علشان لو حصل حاجة في الغرفة بعد ما انت مشيت يبقى انت كده اتعرف انت ماشي امتى، يبقى المشكلة اللي حصلت في الغرفة بتاعتك تتعرف قبل ما تمشي ولا بعد ما مشيت، عشان المسألة القانونية. لو في مثلا لا قدر الله نزيل مشي وسايب مثلا حالة وفاة مثلا او حالة سرقة داخل الغرفة بتاعته، اجيبه ازاي؟ اعرف ان هو مشي ازاي، قبل المشكلة دي ولا بعد المشكلة دي؟ تمام، يبقى تاريخ المغادرة، وبعدين ساعة المغادرة بقى، انت ماشي امتى، الساعة كام، الجهة المسافر اليها، يعني انت رايح فين، انت رايح فين، الميناء الذي يخرج منه، واسم الحمال الذي اخرج الامتعة، يعني الناس اللي ماشيين دول ماشيين ورايحين فين، والميناء بتاعتهم اسمها ايه، واللي خد الامتعة بتاعتك ووصلك للباب اسمه ايه. وطبعا لازم المستقبل يقوم بتوقيع الضيف واستلام الايه، واستلام المفاتيح، لازم استلم منه المفاتيح واخليه يوقع ان هو مشي. ده كله علشان المشاكل اللي ممكن تحصل بعد الايه، العميل ما يمشي. تمام، بعد كده دفتر أبجدي النزلاء. دفتر أبجدي النزلاء ده دفاتر علشان تاريخ الوصول وتاريخ المغادرة. طب الدفاتر دي لازمتها ايه؟ الدفاتر دي كلها بتثبت ان انت كنت في الحتة الفلانية في المكان الفلاني في الوقت الفلاني وعملت كذا، كل حاجة مظبوطة في الدفاتر. لو حصل مشكلة، لا ده انا كنت في الحتة الفلانية في المكان الفلاني في الساعة الفلانية. تمام، طيب بيتكتب فيه ايه دفتر الابجاد النزلاء ده؟ يكتب فيه النزيل وتاريخ الوصول وتاريخ المغادرة حسب الترتيب الابجادي اللي احتياجه عند الطلب. طبعا التاريخ الابجادي او الابجديه بتاعت النزيل، يعني انا مثلا اسمي فلان الفلاني بيبدا باسم بيبدا ب ب ب بالابجدي كذا، حرف ده بيتكتب في الصفحه بتاعت الحرف بتاعي اللي بيبدا اسمي بيه. تمام، بعد كده دفتر ايقاظ النزلاء. دفتر ايقاظ النزلاء ده ويكتب فيه طلبات النزلاء اللي هي ساعة الإيقاظ. ساعة الإيقاظ اللي هي ايه ساعة الإيقاظ؟ انا ممكن اعمل دفتر إيقاظ لإيه؟ واحد مثلا وراه شغل، وراه مشوار مهم، وراه وخايف ان هو يروح عليه نومه مثلا، مش هيعرف يصحى، بفتح الدفتر وبكتب ان هو عايز يصحى في الميعاد الفلاني. ليه؟ لان انا مش في الوردية اللي انا هصحيه فيها، يعني انا في وردية ليلية، هو عايز يصحى الصبح، اللي في الوردية الصباحية هيعرف ازاي ان ده عايز يصحى في الوقت ده؟ ان انا مسجل اسمه في الميعاد الفلاني وهيصحى في الميعاد الفلاني. وعلى فكرة الكلام ده بيتكتب في الكارت برضو،
كارت الاستعلامات اللي بيتحط في الطابلون. تمام؟ مثلا واحد عايز يصحى في الفطار، لا انا مش عايز اصحى في الفطار، لا انا عايز اصحى في الغداء، لا ده انا عايز اروح في يبقى انا اشوف العميل عايز يصحى امتى واكتب ميعاد الصحيان بتاعه واحطه في الدفتر ده واحطه في الكارت بتاعه واحطه فين؟ في التابلو، بحيث ان الوردية اما ابدأ، يعني انا دلوقتي في الوردية الصباحية، معرفش مين اللي هيصحى ومين اللي مش هيصحى، غرفة ومين كم اللي هتصحى وغرفة كم مش هتصحى. بجيب براجع الكروت اللي محطوطة في التابلو واشوف غرف كام والساعة كام علشان ايه اصحي الايه العميل. ولازم الحاجات دي تتحط بالظبط علشان ما ينفعش احط كارت في غرفة في مكان غرفة تانية، هيحصل لخبطة وهيحصل مشاكل وانت صحيتني ليه وانا ما قلتلكش ان انت صحيني وهكذا. يبقى انا الكارت بتاع الغرفة بكتب فيه الميعاد اللي انت عايزني اصحيك فيه. طيب نوع الفطار وساعة الفطار. نوع الفطار طبعا على حسب انا عايز ايه، والمغادرة، ويكون من عدة صور لتسليمه لقسم الايه التليفونات. انا لازم اعمل ابلغ قسم التليفونات ان الفلان الفلاني رن عليه في الساعة الفلانية، وصورة لخدمة الغرف. طبعا خدمة الغرف ليه؟ خدمة الغرف علشان انا مثلا عايز اصحى وافطر في الغرفة مش هفطر في المطعم، يبقى انا اعمل ايه؟ بدل ما اعمل حساب الغرفة دي في الفطار في المطعم، لا الغرفة دي هعمل حسابها في ان الفطار يطلع لها فين؟ في الغرفة بتاعتها، علشان خدمة الغرف تعمل حسابها في الايه؟ في الفطار، في الخدمات. تمام؟ يبقى انا بعمل حساب الساعات اللي فيها ذروة، اللي فيها شغل كتير، اللي هي الفترة الصباحية. الفترة الصباحية دي فيها شغل جبار، يعني فيها الناس رايحة والناس جاية والناس بتغادر والناس بتسكن الغرف والناس بتفطر والناس بيتصلوا بالناس عشان تصحى، وبتصل بخدمة الغرف، بتبقى فيها الشغل جامد جدا عن الفترة الايه فترة الظهيرة. تمام؟ بالاخص في الاماكن اللي بيبقى فيها تجمعات. تمام؟ بعد كده دفتر قيد المصاريف النسرية. يعني ايه مصروف نسري؟ يعني ايه المصاريف النسرية دي؟ يعني حاجة انا خدتها اضافة على الخدمات الموجودة في الفندق. يعني ايه؟ مثلا انا عيد ميلاد ابني في اليوم الفلاني وانا قاعد في الفندق، عايز له تورتة، عايز له اعمل له عيد ميلاد، يبقى دي مصاريف نسرية ولا مش مصاريف نسرية؟ دي مش مدرجة في الخدمات، لا دي اللي انا بطلبها على حسب الطلب بتاعي. ايه كمان؟ مثلا اكل معين، لا انا مش عايز اكل الفندق ده، انا مثلا انا عندي مرض معين، لا ده اعملوا لي اكل تاني. هو دي تعتبر مش مصاريف نسرية، لا اضافية، يعني انا بخلي الفندق يعمل لي حاجة خاصة. تمام؟ مش متفق عليها مصاريف نسرية، يعني غير متفق عليها. في مثلا مؤتمر،
انا عايز اعمل مؤتمر مثلا وادعي الناس علشان يجوا المؤتمر ده، يبقى دي اسمها مصاريف نثرية. يبقى انا اشوف القاعة اللي هعمل فيها المؤتمر، واشوف الخدمات المقدمة للاشخاص القادمين، وازاي استقبلهم، وازاي اعمل المؤتمر، وهكذا. يبقى دي اسمها ايه؟ مصاريف نثرية، وهي تصرف عند أداء أي خدمة للنزيل وتقييده بالتفاصيل حتى يقوم النزيل بالسداد وإقناعه بالدفع. يعني إيه إقناعه؟ يعني النزيل مثلا زي ما احنا قلنا، مثلا عمل حفلة، عمل حفلة عيد ميلاد لابنه وهو قاعد في المطعم عادي، يعني ما عملش حفلة ولا حاجة، ولا خد قاعة ولا أي حاجة خالص، وهما بياكلوا في المطعم. كان قايل للشيف، لو سمحت انا عايز تورتايه وطلعها بعد ما ناكل وبتاع، واتفق على الايه، على التورتايه دي. اما جه في اخر المده وهو ماشي بقى بيدفع الفلوس، لا انا الفلوس كتير قوي، انا ما عملتش الخدمات دي. لا حضرتك تعالى بقى، زي ما احنا قلنا في الصراف كده، تعالى حضرتك انت خدت الخدمة الفلانية في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية بتمن كذا، يبقى انا زي اللي هو ايه، اللي هو متفق على غدا ودخل فطار وغدا، انا هحاسبه على وجبة واحدة اللي هي الفطار. انت دلوقتي متفق على غدا بس، حضرتك دخلت فطار، انا مش هقولك ما تدخلش. يبقى انا لازم اقنعه ان انت خدت الخدمة دي، خدت الخدمة دي والمفروض تدفع ثمنها. لا ده انا ما فت... ده انا ما اكلتش، ده انا ده المفروض الوجب، لا الوجبات بتاعتك المحددة ليك كذا، وانت المفروض تدفع كذا، يبقى هيتحاسب على الوجبة الزيادة اللي هو ايه مش متفق عليها. يبقى انا لازم اقنعه علشان يدفع الفلوس بتاعت الخدمة، الخدمة اللي هو خدها دي. بعد كده دفتر مخزن الحقائب، دفتر مخزن الحقائب ده اللي هو مثلا انا جايب معايا حقائب كتير ومش هحطها كلها في الغرفة، مش هحطها كلها في الغرفة، بعمل ايه؟ بحطها في مكان خاص بالحقائب اللي هي اللي هي بتاعت الحقائب ديت، وأيد عدد الحقائب ومحتوياتها والساعة وأنا هاخدها امتى. طبعا المكان ده بيبقى برضو بالإيجار، أنا زي الخزنة كده، انا لما بعمل حاجة في الخزنة، بحط حاجة في الخزنة، بدفع تمن باليوم او ممكن بالساعة على حسب الفندق، تمام. يبقى انا الحقائب دي بتركها في المكان ده بنظير ايه؟ نظير اجر. طبعا بنظير اجر عن الليلة او بدون اجر على حسب الايه، على حسب الفندق نفسه، تمام. اهم حاجة في الموضوع ده ان انا وانا بدخل الحقائب بعدها واشوف محتوياتها، يعني دي حقائب ايه، حقائب ايه، حقائب ملابس ولا حقائب ورق شغل ولا حقائب ايه بالظبط، ولا نوع الحاجة المحتوية على الايه، الحقائب. طبعا بدون في الدفتر الحقائب ده، بدون اسم النزيل، اهم حاجة في كل دفتر اسم النزيل، لازم اسم النزيل، رقم الشنطة، بشوف الشنطة رقمها كام او عدد الشنط، تاريخ دخول المخزن والمبلغ المتحصل عليه وعدد الايام واسم الحمال اللي دخل الشنط دي اسمه ايه، وطبعا عدد الايه، عدد الشنط،
والمبلغ المتحصل عليه، يعني انت خدت منه قد ايه. طبعا ده كله في ايصال، والايصال بيتكتب فيه كل الكلام ده. طيب اما اجي امشي بقى، يعني الضيف ماشي، اعمل ايه بقى؟ عند مغادرة النزيل لابد من تسليمه التصريح اللي هو الايه، دفع خلاص اللي عليه وحاسب، ده اسمه تصريح خروج، ان انت خلاص حاسبت على المدة اللي انت قعدتها والخدمات وهكذا، تصريح خروج الامتعة، وبديله الوصل اللي المفروض حط بيه الشنط دي، تمام، وبخرج له الايه، تصريح خروج الامتعة بقى، يعني بديله وصل علشان اصرح له بخروج الامتعة، وهو عبارة عن كعب من الايصال الاصلي. مش انا عملت له ايصال في الاول؟ طيب انا دفعت الفلوس بتاعت يعتبر ايجار المكان، بديله ايه، بديله وصل علشان بسلمه للايه، للمكان بتاع الايه، بتاع الحقائب ده، تمام، بالاخص لما يكون في حالات جماعيه. يعني ايه حالات جماعيه؟ اللي هي المجموعات، يعني انا رايح بفوق، الفوق ده مثلا مكون من 100 فرد، وكل فرد معاه شنطه، يبقى انا في 100 شنطه موجوده لي، انا بدفع ثمن المخزن بتاع الحقائب ده، وباخد الكعب ده، الكعب ده بيبقى بمثابه تصريح خروج الايه، خروج الشنط دي، تمام. احنا كده خلصنا الدفاتر، خلصنا الدفاتر اللي المفروض نعرفها. هنبدأ بقى في قائمة أسماء الضيوف أو النزلة. طبعا قائمة أسماء النزلة دي بتبقى الساعة 12 بعد منتصف الليل، يقوم المستعلم بطبع قائمة الغرف. طبعا الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة اللي موجودة متضمنا، طبعا لازم أكتب الأسماء النزلة اللي موجودين عندي فين؟ في الفندق، متضمنا اسم النزيل ابجديا، يعني بشوف الابجدي بتاع الاسامي، الابجدي يعني الحرف بعد الحرف وهكذا، طبعا انتوا عارفين الابجدي، وتاريخ المغادره، هم هيمشوا امتى، طبعا هم واصلين الساعه 12 بالليل، يبقى هم هيغادروا امتى، الفتره اللي هم يقعدوها، مع ترك فراغات في الكشف لاستمرار القيد في حالة وصول نزلة جداد. يعني انا دلوقتي الحرف بتاعي خلص، ما اكتبش بقى الصفحة اللي بعده حرف تاني، لا انا بسيب مكان علشان الحروف، يعني انا ممكن في نفس الليلة نزلة يجوا تانيين، يبقى انا لو قفلت الليلة ديت هقفل الحرف، ما انا ممكن في ناس تانية تيجي بنفس الحروف اللي انا قفلت عليها، يبقى انا ايه، ما اقفلش الحروف بتاعتي الا بعد ما تخلص الوردية الليلية. بالنسبة للمجموعات يتم عمل قوائم منفصلة، طبعا المجموعة ما ينفعش ان انا افصل كل اسم لوحده، لا المجموعة بعمل لها قوائم منفصلة عن الاسامي، تمام، طبعا كل مجموعة مع بعضها، يعني انا جاي لي مثلا فوجين، فوج من المكان الفلاني وفوج من المكان الفلاني، لا وجايين في وقت واحد، لا بس ده لوحده وده لوحده، اعمل قوائم منفصلة لكل ايه، لكل مجموعة، وتسليم صورة القوائم الى التليفونات وصورة الايه لمدير الفندق، والاصل لازم في الاستعلامات. يبقى القوائم دي لازم تكون مع المدير، ولازم تكون فين، في قسم التليفونات. ليه في قسم التليفونات؟ علشان قلنا قسم التليفونات ده بيقوم بالاتصال المباشر مع الاقسام المختلفة للايه، للخدمات، تمام. طيب انا دلوقتي لازم المجموعات دي لازم تكون مرتبطة ببعضها، علشان كل خدمات المجموعة معروفة،
يعني انا مثلا كرئيس مجموعة عارف وبتفق على حاجة معينة، عن على خدمات معينة، يعني مثلا خدمات كاملة، يعني افطار وغدا وعشاء. انت سبت وجبة مش مشكلة، بس اما تضيف وجبة جديدة تبقى مشكلة. تمام، يبقى افطار غدا عشاء، متفق على البسيم الساعة الفلانية للساعة الفلانية، يبقى كل المجموعة مرتبطة مع بعضها بإيه؟ بالاتفاق بتاعنا. تمام، علشان كده القوائم دي بتبقى لها وضع خاص غير أوضاع الإيه؟ الأشخاص، غير أوضاع الأشخاص. بعد كده عندنا بقى حاجة بقى، خلاص احنا خلصنا قسم الاستعلامات والشغل بتاع قسم الاستعلامات والأقسام بتاع الاستعلامات اللي هو مهم قوي وعامل زي رابط كده بالروابط بتاعت الايه اللي بتربط الأقسام كلها ببعضها. وعرفنا قسم الاستعلامات دي الاشخاص التابعين لقسم الايه الاستعلامات. طيب احنا عندنا اداره في الفندق اسمها اداره المبيعات. يعني ايه مبيعات؟ يعني وانا ببيع في الفندق، ايوه بتبيع في الفندق، بتبيع الخدمات اللي بتقدمها للنزيل، بتبيع الخدمات اللي بتنزلها. يعني ايه ببيع خدمات؟ مثلا زي اللي انت بتقدمها له في المطعم، دي مش خدمات؟ دي انت مش بتبيع الخدمات ديت للنزيل؟ طب المطعم ده بيقدم لي بناء على ايه؟ اكل، بناء على ايه؟ بناء على الطلبات اللي انا بطلبها. تمام، حلو جدا. طيب الطلبات اللي انت بتطلبها دي عرفتها ازاي ان هي موجودة في المكان ده؟ عرفت ان هي موجودة في المكان ده علشان في بعض الاعلانات اللي انا شفتها، وعرفت ان الخدمات دي موجودة، وعرفت ان الحاجات دي موجودة. الكلام ده كله عرفت الكلام ده ازاي؟ عن طريق الاعلانات. طيب الاعلانات اللي هو انا بسوق للحاجة اللي عندي، يبقى ده اسمها ايه؟ قسم التسويق او قسم المبيعات. انا ببيع عن طريق التسويق للخدمات بتاعتي، انا ببيع بناء على التسويق للخدمات بتاعتي. يبقى ادارة المبيعات مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة جدا، علشان العميل يعرف ايه هي الخدمات المتاحة اللي موجودة عندي. طيب انا هبسط لك الموضوع شوية. انت عندك مثلا عايز تشتري حاجة معينة، عايز تشتري حاجة معينة، بتعرف الحاجة دي بتتباع ازاي وفين وسعرها ايه؟ بتدور. تمام، التدوير ده اللي انا بعمله بقى عندي، اللي انا بدي لك المعلومة وتوصل لك، ده اسمها تسويق او ده اسمها مبيعات. انا بوصل لك معلومات الحاجات اللي انا عايزة ابيعها عندي ليك. يبقى ادارة المبيعات دي بتديني معلومات عن الحاجات اللي انا عايزها، صح؟ تمام. طيب إدارة المبيعات دي لها أسس، المبيعات دي لها أسس، إيه هي الأسس اللي أنا بمشي عليها علشان أعرف الناس
بالحاجات اللي عندي دي، أسس بتاعتنا، علشان حضرتك تعرف الخدمة موجودة ولا مش موجودة في المكان الفلاني. زي ايه؟ انت رايح هايبر مثلا، ايا كان بقى، هايبر، مول، حاجة كبيرة لها اقسام كتير بتبيع حاجات كتير، انت تعرف المكان ده بيبيع ايه وازاي والاسعار بتاعته ازاي، عن طريق ايه؟ بتدخل على النت، او بيبقى فيه اعلانات في التلفزيون، او بيبقى فيه كتيبات، او يبقى انت بتعرف عن الطرق دي كلها. طيب نعرف اسس المبيعات دي علشان نمشي صح، ونعرف النزيل او نعرف الضيف الخدمات اللي عندنا. ايه هي الاسس دي؟ نعرفها. اسس المبيعات، اول حاجة معرفة احوال السوق. يعني ايه معرفة احوال السوق؟ يعني انا اعرف السوق فيه ايه، بيقدم خدمات ايه. ما يبقاش انا اقل في الخدمات، ما يبقاش انا اعلى في الخدمات بالاسعار، وهي هي الخدمات. طب انا بعلي في الاسعار ليه؟ طب ما هي نفس الخدمات عند مكان الفلاني. يبقى انا كضيف لما اعرف ان نفس الحاجة اللي انا عايزها دي في المكان الفلاني هي نفس السعر بس بسعر اقل، وهي هي، هروح اجيب السعر الاقل، او هروح في المكان الاقل في السعر بس هو نفس الخدمة. يبقى انا بعمل ايه؟ بعرف احوال السوق، بعرف ده بيبيع بسعر ايه، ايه الخدمات اللي بيقدمها، ايه الحاجات اللي بيقدمها، طريق الوصول، عامل تخفيضات ولا لا، ايه وهكذا. تمام. بعد كده معرفة المنافسة بين الفنادق. المنافسة بين الفنادق دي مهمة جدا. ليه؟ وعايزة ناس نشيطة كده. يعني انا بشوف الفندق ده مكان الوصول ليه سهل ولا لا، عايز اعرف ايه الخدمات اللي فيه، عايز اعرف ايه الاسعار اللي فيه، وهكذا. المنافسه عايزه ان انا اعرف اللي زيي عامل ازاي علشان اعمل زيه او اعلى منه، او انا هبقى اعلى منه علشان العميل يطلبني، وعلشان العميل يجي عندي. انما لو انا بعمل بقى، يعني بشتغل بقى شغل عشوائي كده، وخدمات، ما هي الخدمات دي، ما هو النزيل عايز الخدمه دي والخدمه اللي، ويجي العميل الاقي نسبه المبيعات اللي عندي قليله. ليه؟ علشان العميل مثلا لو عايز يعمل حفله ما لقاش امكانيات الحفله عندي، هيعمل ايه؟ هيروح يعمل حفله بره في مكان تاني وهو قاعد عندي. طب وانا ليه؟ الحفله دي فيها حاجات كتير، فيها حاجات كتير ان انا ممكن اسوق المبيعات بتاعه الفندق عندي. تمام. يبقى انا لازم اعرف الفنادق المنافسه واشوف احوال السوق بتاعتي عامله ازاي، نوعيه الخدمات والاسعار، نوعيه الخدمات بتاعتي والاسعار بتاعتي في الخدمات المختلفة والأسعار المختلفة بالأماكن المختلفة بالفنادق المنافسة وهكذا. يبقى أنا لازم أعرف الأسعار والخدمات في الفنادق الإيه؟ الفنادق الأخرى. طبعا في بعض الخدمات بتبقى أكثر تطلبا في من اماكن خدمات عن خدمات اخرى. يعني انا بلاقي في عميل مثلا خدمة مشروبات
خدمة المشروبات ديت الطلب مثلا نوع مشروب معين اكتر من مشروب تاني، يبقى انا اما باجي اعمل خدمات دي بشوف الاكثر طلبا للعميل. تمام. اهم حاجة عندي في المبيعات ان انا ارضي متطلبات العميل واوجدها بسعر معين، والخدمات تبقى موجودة ومتوفرة وفي متناول الايه العميل. احنا خدنا النهاردة طبعا بدأنا في المبيعات، وهنشوف ان شاء الله اسس المبيعات بتاعتنا، هنكملها في الحلقات القادمة. وإدارة المبيعات دي إدارة مهمة جدا في الفندق، لازم ندرسها كويس ولازم نعرف عنها الشغل كويس، لأنها مهمة من مهام إدارة الفندق. كده خلصت حلقتنا، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.